مرحبا بكم في قناة عبد سبورت ديزل. على طريقة رونديل ديلور بات لاعب نادي لوهافر الفرنسي حماد عبد اللي قريب جدا من الانضمام للمنتخب الجزائري خلال المواعيد القادمة، وذلك بعدما توجه اللاعب للسرعة القصوى في إتمام إجراءات استخراجه جواز السفر الجزائري، حيث أن متوسط ميدان نادي لوهافر الفرنسي وصاحب 21 سنة تلقى اتصالات رسمية من قبل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل انضمامه لكتيبة محاربي الصحراء، وهو ما جعل اللاعب يسارع الزمن في إتمام إجراءات استخراجه جواز السفر الجزائري، وقد تحصل عليه بالفعل، مع العلم بأن اللاعب عبدلي يلعب في منصب وسط ميدان هجومي، يعتبر واحد من بين أفضل اللاعبين في ناديه، وذلك بسبب تعلقه الكبير بدور الدرجة الثانية الفرنسية لهذا الموسم، وهو ما جعله محل اهتمام العديد من أندية الدرجة الأولى الفرنسية، والتي ترغب في الاستفادة من خدماته بداية من الموسم المقبل. جدير بالذكر بأن مدرسة التكوين نادي لوهافر الفرنسي تعتبر واحدة من خيرة المدارس الكروية في تكوين اللاعبين، حيث تخرج منها العديد من نجوم كرة القدم العالمية، وعلى رأسهم النجم الأول في المنتخب الجزائري اللاعب رياض محرز، بالإضافة إلى اللاعب فيكتور لكهل. سلام.